أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من فيليبي 2 إصحاح 14 آية 15: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. آمين. الصلاة اللي تجي مع آية اليوم هي: اغفر لي وطهرني يا الله من روحي المجادلة، أرجوك قويني بروحك لا لأستخدم حديثي فقط في البركة والبناء، ولا أهدم أو أحبط أحدا، باسم يسوع المسيح له كل المجد. صلي آمين.